انتوا معانا وعليك يلا. لا تقول طمطمة وش رر وش انت بعد قالت شامبو شامبو خيرك اسكن الرهيب اسامي اقول لك سلام عليكم يا مرحبا الساعة وش حالك انت بعد؟ بخير الله يسلمك تفضل آمر بغيت مدير القناة الله يخليك مدير القناة في الدور الثاني غرفة 204 سلام عليكم مرحبا الساعة وعليكم السلام تفضل آمر كيف أقدر أخدمك؟ أنا اسمي حنفي حميد والنعم وأنا ولد واجد موهوب ما شاء الله وأنا أحب التلفزيون واجد ومن صغري أنا هوي تمثيل أيوة. وإخراج وخطر استوي مذيع زين شو المطلوب مني أنا؟ يعني تشغلني عندك في التلفزيون أشغلك؟ شو أشغلك؟ أوه صح شو يشغلني؟ سؤال معقول أنا عندي مواهب واجد زين أولاً، شو من الشهادات أنت عندك؟ أنا عندي ثانوية بس أنا موهوب زين، كيف تقدر تثبت لي يا حنفي أنك أنت موهوب؟ أوكي، شوف، أنت عطني فرصة شهر، أوكي؟ وأنا بقدم أعمال الفنية، وبعدين احكم علي، أوكي؟ تمام يا حنفي، موعدنا بعد شهر بس أحب إنه يكون العمل صادق وأهم شيء الإخلاص والتفاني فيه عباس يا عباس عطني سنية وماعون أمي يا مايا راع البحر ما باه هلا هبا يلا هبا أمايا عطوني فرصة في التلفزيون والله العظيم بس محتاجنش وياي يا ست الحبايب واسطة ولا دهان سريا بقى الشاب دي شوف يا ست الكل انا ابغي اهل الشعبيه يسمعون كلامي في البرامج اللي بسويها للتلفزيون علشان اقنع مدير التلفزيون ان يشغلني عندهم ازاي يا حبيبي ازاي شوفي يا امي وهتفكرني تاني ليه يا ابني يلا امي مثل ما اتفقنا اوكي انت ابدي صياح وسوي فيلم هندي او فيلم عربي ابيض واسود اوكي اباش الصيحين وتسوي لهم اومليت ويولا ويلا يلا 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 امي يا حبيبي يا حميد ماليش حد من عقبك والله كان ما بيأثرش علي ومش مخلى علي قصيره يا مسددني ويا ملبسني المريه والمرتعشه والمنسوره يا ريلي يا حميد ام السيد خير بلاتش يا ست والولين على حميد الله يرحمه انت ما نسيتي فكروني ازاي
هو أنا نسيتك. حنفي حنفي يا جماعة خلاص كبر ويبغي يشتغل، وأنا ما عنديش حد وما عنديش واسطة ولا ظهر أتسند عليه. الله يرحمك يا حميد، مش قبل ما يموت وصاكم عليا وعلى الواد حنفو. يعني يما ازاي خنحن ما قلنا شيء، وهل تاكي ولدت شو يسوي؟ خلاص بابا، ونحن حاضرين يا ام السيد فلشوفه، امري كيف نحن نقدر نساعدك؟ سلام عليهم يا الربع. حنفي شوفوا الموضوع بسيط، انا ابغى اسوي كذا برنامج انزين، ومحتاج ناس تمثل معايا اوكي، واذا ساعدتوني وكانت البرامج حلوه بعطيها حق المدير مال التلفزيون، واذا عيابه الشغل بشتغل في التلفزيون. شو بلاكم انتوا؟ نحن حاضرين يا حنفي عشان وصيه حميد الله يرحمه، بس في مشكله صغيره، هيدر قال لي لا تمثل مع حد ثاني غير شعبيه الكرتون. ظريف. لا وعليكم السلام. ما شاء الله يا حنفي، ياي على الموعد بالضبط، ما شاء الله عليك. عطني وخلنا نشوف الإبداع اللي عندك. سلام عليهم أعزائي المشاهدين، ويا مرحبا بكم في برنامجنا المطارحة الشعرية، وطبعا اليوم رحبوا معانا بضيوفنا، وأولهم الشاعر أبو مهير والشاعر شمبيه ولد اليازية. سلام عليكم هوي. سلام عليهم أخوان الشمة. مقرب مقرب. والحين مرة بنبدأ بالشاعر شمبيه ولد اليازية، تفضل. ايه انت يلي تقول انك شاعر، اسمع قول الشاعر وافهمه. فالشعر انا اخطف وخاير، وكم دخلت البحور المظلمة، كل من ناظرت قبلك خاسر، بشعري امحي وافهمه. انا قلب الاسد مهاب المخاطر، وتلاقيني دوم في المقدمة، كيف تتجرى على وحش كاسر شبعان والجيوش مستسلمة؟ والحين تفضل قول أمر. أنا عارف شو بتقول، أكيد اللي بتقوله يبغي لي مترجمة. وسلمتو مالكم زيادة. اسمع اسمع يلي ما فيك من شاعر، اسمع قول الريايل وفهمه، قالوا حرام كسر الخواطر، بس طفرت والشاعر بعدمه، واشوفك تراك قمت تعاير، والجديم اللي مبيننا بهدمه، ومن قال انك وحش كاسر، اسد سرك ومصاص طفي لمه، عشمتها الريايي ولا تشوفها يواير، بتشوف خطوطه على ظهرك معلمه. واسمحوا لي ما اقول في الاخر، الا الطمطمه بيتم دوم طمطمه. والله كله دروغ مش ايه، لا تقول مره ثانيه الطمطمه. يا جماعه انا اسف على هذا الخلل الفني، يا جماعه قد وقف التصوير، وقف 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 التصوير وقف. يلا يا جماعه تاخرنا على التصوير، شو بلاكم انتوا؟ يلا استاند باي 3 2 1 كيو كيو. في عينك، لحظه خلي اعدل الميك اب مالي. السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء، نرحب فيكم في برنامجنا سلامتك اليوم. نشكر الأخت اللي تفضلت وحضرت عندنا الاستديو، واحدة من حالات اللي أشرف عليها. اسمك يا أختي؟ عين توباك. السن؟ إيش تبين بعد بالعمر؟ حد يسأل بنت عن عمرها؟ هذه أنا بنت وعمري 22 سنة، ما علي من حد، شو هتخلف؟ ما علينا، خبريني عن طفولتك. شو أقول بعد؟ مولودة في بيت زار، والوالدة الله يهديها كل يوم صاحبتني وياها من عرس لعرس. كيف تبين الوحدة تخلص دراستها؟ خلصت الإعدادية وعندي 3 قضايا، سرقت امتحانات، وكم مرة ناقزة من فوق الإدارة وشاردة، وكاسرة باب المقصف. إنزين أعطيني تاريخ ميلادك بدون ذكر السنة عشان أقرأ لك الأبراج. مولودة 31 فبراير. 31 فبراير. ضحكتني وانا في كحة. وهاي امك هاي البقرة ما بغت تجيبك الا في برج الثور. انا الغلط على الوالدة كله ولا حلوة الشوكليت. يا مرحبا بكم
ويا حياكم في برنامجنا الغنائي تفطيفي تتي تتي. واليوم معانا من قلب وشبد الحدث الغنائي هو من غنى جيتك على الموعد ولا جيت، وهو اليوم جانا على الموعد بالتمام. حيوا معايا الفنان فايز السعيد، ومعي من الجهة الأخرى فنانة الشعبية والصوت الشعبي، وخلي عنك فلان وفلان واسمع صوت الكروان. حيوا معاي الفنانة أم سليمان. مشكورين مشكورين حبايبي، ما قصرتوا، مشكورين. يا مرحبا بكم في برنامجنا، وفي البداية أرحب بالأستاذ الكبير فايز السعيد. صراحة أشكركم على الاستضافة الحلوة للبرنامج الناجح، وللشرف بالغناء مع الفنانة الكبيرة أم سليمان. ما عليك زود، ملحننا الكبير وفناننا الكبير الأستاذ فايز، هذا كله من طيبك. أم سليمان، طبعاً هل هذا أول لقاء بينش وبين الأستاذ الكبير والفنان فايز السعيد؟ نعم، هذا اللقاء الأول، وهو من زمان كان طالب أني أغني مع أدوته، بس كنت في مرحلة الخطوبة وأبو سليمان رفض، والحين الحمد لله جاتني الفرصة وأنا جاهزة. والحين شو راح تسمعونا؟ أنا بالنسبة لي أترك الخيار للفنانة الكبيرة أم سليمان. شكراً شكراً أستاذي، بصراحة حرقتني في كلامك وطيبتك، لكن يلا يا بنات يلا عاشن قومن. وبالسلامة بالسلامة، ما على مثلك ندامة، ما ألومك ليه ألومك، ما تفيد فيك الملامة. بالسلامة بالسلامة، ما على مثلك ندامة، ما ألومك إيه ألومك، ما تفيد فيك الملامة. بالسلامة ودربك أخضر، رغم دربك أخضر يا أبو يا باي، دربك أخضر. أنسى حبك لا وقتك يا مطعت وقم في هوا. بالسلامة بالسلامة، نشكر الفنانين على هذه الأغنية الرائعة. أستاذ فايز، شو رأيك بالمشاركة الأولى مع الفنانة أم سليمان؟ طبعاً الفنانة أم سليمان فنانة موهوبة، فطرياً مرهفة الحس، ولويت من قبل للساحة الفنية أكيد بيكون لها دور كبير في تغيير أسلوب الأغنية الخليجية، الله يوفقها إن شاء الله. تعال يا أبو سليمان واسمع يا تاس الجبل، وشوف الناس اللي تقدر الفن، ما أنت 25 سنة أطبخ وأخم وأنظف وننفخ ولا ولفت خبر. وأنا من هالمكان هذا أقدم عربون صداقة عبارة عن أغنية من الحاني ومن كلمات الشاعر الكبير أنور المشيري، بس ما أدري بالنسبة لأم سليمان حرمة متزوجة يمكن ما بتكون متفرغة أو فاضية. يعني متفرغة؟ إلا باكر بطلب الطلاق، اللي حال مو باكر. حنفي حنفي أبوي إحنا على الهواء، وأبو سليمان شايفني؟ أيوة نحن على الهواء، وأبو سليمان يشوفش. أبو سليمان أبوي الشيمة طلقني بالزين وخلاني أشوف حياتي الفنية. ولا خلاص؟ خلاص؟ لا 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 حبيبي، شو خلاص؟ الحين المفاجأة، شوف الشفافية، شوف الصدق، شوف التضحية في العمل، شوف الكواليس. نعتذر عن هذا الخلل الفني، وهذا بسبب المشاعر الجياشة والصادقة. يا أبويا إيه ده؟ شو أنت؟ هو أبويا؟ أنا ألف مرة قلت لك لا تقول التمتمة قدام الرهيل، أنت ما تستي على وجهك؟ يا سامتك تقول سندباد؟ مرة ثانية تحشم الرياييل يا الطمطمة. بعد رد يقول يا الطمطمة، أنت ما تفهم، هجوم. بس تعديتي حدودك توصل للوالدة،
أنا اللي بقول لك أنت من مواليد كم عشان أقرأ لك برجج. أنا في أول الصفر سنة الطبعة. وي وي ذبحتيني. أول صفر أول صفر. أنت يا عيال أكيد برجج برج بري نهار يا الجديمة. أنا أسفة ووعدت إني ما أكررها مرة ثانية. شلي يدينك ذبحتيني ريحة يديني تصالون السمك. ناس ماتي اللي بالعين الحمراء. حسبي الله عليك حتى الكحة اختفت. خلاص يا حنفي. لا 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 بعد كنت ما شفت النهاية. الحين شوف في النهاية في الشعبية شوف. أبوش أبو سليمان هل تسمعني؟ المكان المحاصر حبابي أقب إلا طلباتي وإلا أطلق وإلا. وبعدين شو صار؟ طلق أبو سليمان؟ لا ما طلق. شوف شو سوت أم سليمان.